بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو بطاقة رقم 7 من بطاقات التعلم الذاتي في مبحث الفيزياء، وسنشرح إن شاء الله فيه موازين الحرارة. ونذكركم أنه يوجد شرح من الكتاب لهذه الجزئية موجود في قوائم التشغيل في قائمة فيزياء الصف العاشر للفصل الثاني، وهذا التلخيص كان بخط اليد وإضافات وأسئلة إضافية أكثر من التي توجد في حل هذه البطاقة. سنبدأ في حل هذه البطاقة. في البداية موازين الحرارة تطبيقات على تمدد المواد السائلة بالحرارة، وتستخدم موازين الحرارة لقياس درجة حرارة الأجسام، وهي نوعان، إما أن تكون موازين تستخدم بها الزئبق فتسمى أو تستخدم فيها الكحول. لكن في البداية ما هو تركيب الميزان الحرارة؟ ميزان الحرارة يتكون من مستودع، هذا المستودع عبارة عن انتفاخ، هذا الانتفاخ مملوء بمادة الزئبق أو بمادة الكحول، يتصل بأنبوب زجاجي، هذا الأنبوب الزجاجي يكون أنبوب مدرج حسب التدريج كل دولة وكل نظام من الأنظمة الثلاثة التي سنتعرف عليها بعد قليل، ومغلق من الطرف الآخر بحيث أن السائل في داخله يتمدد ويعطيني عند حدوث الاتزان الحراري قراءة لدرجة الحرارة الحقيقية للجسم. ومن هناك عدة أشياء سنتعامل بها. في البداية، ما هي خصائص الزئبق التي تجعله مادة مستخدمة في موازين الحرارة؟ الزئبق لا يلتصق بجدران الأنبوب بسبب أن التوتر السطحي له عالي، معامل التمدد كبير جدا، فبالتالي لا أحتاج إلى أن يكون الترموميتر أو ميزان الحرارة كبير جدا، غير شفاف بمعنى يمكن رؤيته، وبالتالي يسهل عملية القراءة وقياس درجة الحرارة العليا مثل درجة حرارة الماء. لأن النوع الثاني الكحول يقيس درجة حرارة منخفضة، فلذا لا يصلح الكحولي لقياس درجة حرارة الماء، لأن الكحول يغلي عند درجة حرارة منخفضة بينما الماء يغلي مثلا عند درجة حرارة 100، فبالتالي عند قياس درجة غليان الماء أو الدرجات العليا نستخدم الزئبقي، لكن في قياس درجة حرارة الجسم نستخدم الكحولي لأنه أقل سمية وأقل خطورة، حيث أن الزئبق مادة سامة. في البداية أنظمة قياس درجة الحرارة ثلاثة أنظمة، وهو نظام سيلوزيوس ونظام فهرنهايت أف ونظام كيلفن. طبعا نظام سيلوزيوس، طبعا العالم السويدي سيلوزيوس هو اللي اخترعه وسمي على اسمه ويسمى المئوي، والنظام الفهرنهايتي العالم الألماني فهرنهايت، والنظام كلفن العالم البريطاني اللورد كلفن، وكل نظام تم تسميته على اسم العالم الذي اخترعه. طبعا في الثلاثة أنظمة، في درجة تجمد الماء ودرجة الغليان، انظروا مثلا في النظام السيلوزيوس يكون من 0 إلى 100 درجة، بينما في الفهرنهايت بمعنى يتجمد عند 0 درجة سيلوزيوس ويغلي عند 100 درجة مئوية، بينما الماء يتجمد في نظام الفهرنهايت على 32 درجة فهرنهايت و212 فهرنهايت، بينما في كلفن تقريبا 273 يتجمد ويغلي عند 373، وهذا يأتي إلى نقطة درجة أو الدرجة، كم درجة في النظام؟ في النظام السلوزس أو المئوي 100 درجة، ولذا يسمى النظام المئوي. في نظام فهرنهايت هو 180 درجة، في نظام الكلفن 100 درجة. لذا عندما نستخدم نظام سيلوزيوس في التعريفات، مثلا تعريف الحرارة النوعية، ممكن أن نستخدم بدل كلمة السيلوزيوس كلفن. نفس الأمر في تعريف الساعة الحرارية، نفس الأمر في تعريف السعر، لكن عند استخدام الفهرنهايت لا يجوز، وبالتالي في هذه الحالة نضطر إلى أن نستخدم نظام تحويل. لكن في أسئلة الصح والغلط لو تم استبدال سيلوزيوس وكلفن في أسئلة في بعض الأسئلة فيكون نفس طريقة الحل، لا تحتاج إلى تحويل في بعض المسائل، وسنتعرف على هذه الجزئية لاحقا. الصفر المطلق
والصفر المطلق هو عبارة عن درجة الحرارة التي يصبح عندها حجم الغاز يساوي صفر من الناحية النظرية، أي بمعنى تتوقف جزيئات المادة عن الحركة، بمعنى لا يوجد حركة، وتساوي سالب 273 سلوز. بالتالي ما هي درجة غليان الماء حسب مقاييس كلفن؟ هي 373، أي درجة حرارة تعادل الصفر المطلق هي سالب 273 بالسلوزيوس. ما هي درجة تجمد الماء حسب نظام الفهرنهايتي؟ هي 32 درجة بالنظام الفهرنهايتي. ماذا تتوقع أن يحدث لسرعة جزيئات الغاز والمسافات بينهما والطاقة الحركية إذا خفضت درجة الحرارة حتى وصلت إلى الصفر المطلق؟ طبعا هذا الكلام نظريا ستصبح الطاقة الحركية، بما الطاقة الحركية والسرعة تساوي صفر. لماذا؟ لأنه هو تحدث لك وقال هنا أن تتوقف حرق جزيئات المادة، بما أنها تتوقف عن الحركة وطاقة الحركة هي عبارة عن نص أم في في تربيع، إذن لا يوجد سرعة. طالما لا يوجد سرعة إذن لا يوجد طاقة حركية. أما حجم الغاز يساوي صفر، بمعنى أنه هنا المسافات بين الجزيئات ستكون أيضا صفر، المسافات بين هذه الجزيئات ستكون صفر. في جزئية أخرى، معادلات تحويل درجات الحرارة في بطاقة رقم 8، هذه الأنظمة يمكن أن تتم تحويلها من نظام إلى آخر، بمعنى الفهرنهايتي إذا عندك درجة بالسلوزيوس وأردت أن تحول درجة بالفهرنهايتي، ففي هذه الحالة ستستخدم هذا القانون أفات تساوي 9 إلى 5 درجة بالسلوزيوس زائد 32، والعكس لو أردت أن تحول من سلوزيوس إلى فهرنهايتي فسيكون القانون 5 على 9 في ضرب 32 صفار ناقص 32. هذا القانون لأجل عملية تحويل من فهرنهايتي لسلوزيوس، طبعا هنا عملية ضرب طا، ويرمز بالمطلق، والمطلق بمعناها كلفن، هو عبارة عن درجة الحرارة بالسلوزيوس زائد 273، حيث أن 273 تعادل الصفر بالسلوزيوس. مثال درجة حرارة الجو هو بارد سالب 10، ما درجة مكافئة في الفهرنهايتي؟ حسب القانون 9 على 5 نضع بدل س هنا في القانون سالب 10، عملية اختصار 1 هنا سالب 2، سالب 2 ضرب 9 هو سالب 18 زائد 32 سيكون 14 فهرنهايتي. طيف درجة حرارته بالكلفن، أريد درجة حرارته بالسيلوزيوس. حسب هذا القانون بالكلفن 310، نقوم بنقل الدرجة 273 للطرف الآخر بالناقص، فتكون درجة حرارة بالسلوزيوس هي 37 درجة. طبعا هنا كمثال، هنا مثال آخر تستطيع، طبعا لو لاحظت أن من تحويل من سلوزيوس لفهرنهايتي هذه قانون، لكن عملية التحويل من مطلق إلى فهرنهايتي لابد أن تمر بدرجة سلوزيوس. مثلا هنا 300 كلفن لا تستطيع أن تحولها إلى فهرنهايتي مباشرة، إلا أن تحولها إلى مئوي. طبعا الطا هنا تساوي س درجة بالسلوزيوس زائد 273، فالطا بالكلفن وهو عبارة عن 300 يساوي س زائد 273، عند نقلها إلى الطرف الآخر ستكون س تساوي 300 ناقص 273 وستساوي 27 درجة بالسلوزيوس. طبعا في الفهرنهايتي ف ستساوي 9 على 5 بالسلوزيوس زائد 32 يساوي 9 إلى 5 ضرب بالسلوزيوس 27، قمنا بإيجادها، زائد 32. اكتبوا لي في التعليقات
ماذا تساوي هذا الرقم بالفهرنهايت؟ طبعا سأعطي سؤال خارجي وهو من أسئلة الكتاب. متى تتساوى؟ سؤال خارجي، وهو سؤال 9 في أسئلة الفصل بالعموم. متى تتساوى أو عند تتساوى درجة الفهرنهايت بالسلوزيوس؟ يعني الفهرنهايت متى تتساوى درجة المئوي أو ما يعرف بالسلوزيوس؟ بما أنك تتحدث أن الفهرنهايت يساوي السلوزيوس، فهنا لو قمت باستخدام قانون الفا تساوي 9/5، بدل ما استخدم كلمة سلوزيوس أو رمز السلوزيوس سأستخدم فهرنهايت. لماذا؟ لأن درجة الحرارة متساوية، وأنا أريد في هذه الحالة توحيد أو أن يكون متغير 1 + 2 = 30. عند نقلها إلى الطرف الآخر ستكون عندي فا ناقص 9/5، فا ستساوي 32. طبعا هنا لو لاحظنا هذه عبارة عن 1 صحيح. هذه 1 صحيح لو اختصرتها ستصبح 5/5، فبالتالي توحدت المقامات. هنا ستصبح -4/5، ف ستساوي 32. سنقوم بالضرب في المعكوس الضربي، فف ستصبح -5/4 ضرب 32. عملية اختصار ستضرب فسيكون -40. إذا النظام السلوزيوس والنظام الفهرنهايتي سيساوي عند درجة -40 درجة. هكذا نكون قد أنهينا هذه الجزئية من المادة. إن شاء الله سنبدأ في الديناميكا الحرارية، ونذكر أنه هناك حل لأسئلة الفصل في فيديو قريب سينزل إن شاء الله غدا أو بعد غد. تابعونا، وجميع هذه الفيديوهات مجمعة في قوائم التشغيل في قائمة فيزياء الصف العاشر للفصل الثاني، ويوجد فيديوهات أخرى إثرائية لهذه المادة.